أما دلوقتي فبنكمل مع أخبارنا السريعة والكويك هيتس. لسه نشاطات الفنانين مكملة في ستارز أون بورد وكمان تصريحاتهم، فبعد شوية هنشوف الحلقة السابعة اللي هتتكلم فيها نجوى عن الألم اللي اتضربته من طليقها يوسف حرب. قال كيف يعني نحن مع حقوق المرأة؟ قلت له إيه؟ قال كيف تقبلي تاكلي كف؟ قلت له كان علي حق. وكمان هنشوف رامي عياش بيصنع طبلة بنفسه وبيحاول من خلالها إنه يسترزق. هيدي الساحة طبعاً في مواهب كتير، مواهب بتفوقني موهبة بالعزف وبتفوقني موهبة بالتعب، وناس ممكن تضلها واقفة 11 ساعة لتسترزق. أربع هاشتاجات عن عمرو دياب احتلت التويتر في مصر مع قرب ميعاد صدور ألبومه أحلى وأحلى، وبدأها محمد هنيدي اللي كتب: طب بما إني بعمل هاشتاجات كتير فالهاشتاج لعمرو وألبومه الجديد جملة من أحلى وأحلى، وشاركوا بجمل من ألبوم عمرو دياب الجديد وألف مبروك. الألبوم اتسرب منه أغنيات كتيرة ومنها راجع راجع، بتقول لي اللي ما بينا وبتسأل لي ما كملناش، اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وما ببلاش، وأنا وإنت اللي حققوا نسبة استماع كبيرة. أنا وإنت اخترنا إننا نبعد عن بعض خلاص. بعد الضجة الإعلامية اللي كانت مع نزول بوسترز فيلم اللي اختشوا ماتوا وبدأ عرضه في صالات السينما، فيديو جديد طرحته الشركة المنتجة للفيلم على يوتيوب أثار الجدل كمان على السوشيال ميديا، وهو الأغنية من الفيلم بعنوان عند بيت أم فاروق ظهرت فيها بطلات الفيلم بيغنوا وبيرقصوا. غادة عبد الرازق بطلة الفيلم كانت حديث الناس واسمها كان ترند في مصر بعد حلقتها مع وائل الإبراشي واللي كان فيها تصريحات كتيرة مهمة. طموح البنت انها عايزة تبقى مشهورة، فخدوني يا جماعة مذيعة يعني في الأول أغني عايزة أمشي وأبقى مشهورة وكل الناس تشاور عليا. ده كان هدفك في الطموح؟ طبعا والله كانت أمي الله يرحمها دايما تقول يلا يا كومبارس. أكتر من 500,000 مشاهدة في 3 أيام بس حققتها أغنية حسن الشافعي الجديدة لسه فيه كمان اللي غنى فيها شادي أحمد. سامع صوت الأغاني بيقسم على شاري بيلف ترك حياتي ويبدأ من جديد. وحسن أصدرها بعد سنة تقريبا على أغنية ما يستهلوشي اللي حققت أكتر من 13,000,000 مشاهدة. حصريا على انغامي نزل وليد توفيق كليب اغنيته الجديده الليله دي. فاكر اصطبحت بعنقودك والصبح شقشق على عودك. اما يارا فنزلت ليركس فيديو على يوتيوب لاغنيه سنجل بعنوان خلوني معه، كتبها احمد ماضي ولحنها طارق ابو جوده. فيديو كونفرنس حصل في دبي قبل أيام من عرض فيلم باج هي في صالات السينما، وكان في المؤتمر الصحفي بطل الفيلم تايجر شرف ومخرجه صابير خان، واتكلموا فيه عن الفيلم والحاجات اللي حصلت معاهم خلال التصوير، والفيلم هينزل في السينما يوم 29 إبريل. راغب كوي چھوٹا موٹا کرمینل نہیں، ہر فلور پہ راغب کی پرائیویٹ آرمی ہے.